ابقى من ايردروب على فيلا اكسشينج، راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض. راح يكون ايردروب ان شاء الله قوي جدا، لان سعر العملة موجود، سعرها 6.56. راح نشوف طريقة التسجيل مع بعض في هذا الايردروب. يلا بينا على الشرح. قبل ما نبدا، لنسوا دعمي بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، تابعوا قنواتي التليجرام تحديثات. كذلك راح اكون لايف بعد ساعة من الان، اذا عندكم اي استفسارات حياكم ان شاء الله. فيلا بينا. اول شيء نشوف العملة متى تمت، يعني متى صار فيها الإيداع وهكذا، متى ابتدت بالضبط. تاريخ 1/27 كانت فقط بسعر 1.9. ننزل تحت ونشوف all time high خاص بها، show more all time low. راح نحصل all time high 7/19، all time low هو 1/30. تمام، ارتفعت تقريبا 403. الآن راح ننتقل طريقة الاشتغال في هذا الايردروب. هذا هو الموقع. راح نحتاج connect wallet أولا، وبعدين نعطيه sign، نعطيه signature. هذه الإضافة اللي موجودة معي، يعني تخولك إنك تعرف إذا signature ما في خطورة أو في خطورة. راح أعطي continue عشان يحولني إلى الميتاماسك. فهنا يقول لي ما في خطورة، نعطيه sign. طبعا لا، راح تشتغل على Arabitium. فهنا يقولك change to Arabitium، راح تضغط على change to Arabitium. إذا عندك Arabitium راح يبين معك، ما عندك راح تسوي switch network وعلى طول راح يدخلك إلى Arabitium. أوكي، أولا راح نحتاج Arabitium، يعني يكون معنا Ether، كذلك يكون معنا USDC. فراح أروح أجيب الإيتر أوكي من أي منصة، وكذلك أحولها إلى USDC. كل هذا راح نسويه مع بعض. فتمام، انا عندي هنا في المحفظة حق الام سي اكس والد. راح اسحب الايتر اللي موجود معي. ننتظر لحظات عشان اراويكم طريقة السحب للناس الجدد. اوكي، معايا ايتر 39، راح اسوي ويدراو. اوكي، بروح للمحفظة الخاصة بي، اختار يعني الوالد الخاصة بي، ادرس هنا، وبعدين نتورك اختار Arabitium 1. راح يخصم معايا 0.001 فيز، راح أعطيه select all، راح يوصلني هذا، فسابميت وننتظر. راح نعطيه send هنا، send هنا، withdraw successfully. أوكي، الآن بنتظر لين يوصلني المبلغ ونرجع لكم. فتمام، وصل. طبعا أنت مش ضروري يكون معك 39 أو 40 دولار، فقط 10 دولار، 5 دولار يكفي. اوكي، لما دخلنا اول شيء عندك تريد ستيك اكاونت لاند بورد وريفلرز اون مور. راح نروح على تريد ونشوف طريقه التريد. تريد لازم تسوي ديبوزيت. فتمام، نبتدي الاول بستيك وبعدين ننتقل الى تريد. ليش؟ لانه لازم احول من الايتر الى يو اس دي سي، وبعدين اقدر اسوي ديبوزيت. اوكي، لانه لازمني يو اس دي سي، يو اس دي سي. تمام، اوكي، راح نروح على ستيك. تمام، راح نروح على الفيلا هنا عشان نشتري الفيلا، ضروري نشتريها. نروح على كلمة باي، فراح يحولنا لموقع تاني. الموقع هذا راح تسوي له كونكت واليت ميتا ماسك، وبعدين تعطيه confirmation next connect وخلاص. تمام، احنا على Arabitium. انا معايا ايتر ولازم اشتري فيلا واشتري شوية USDC وهكذا. فالفيلا راح اشتري قطعة واحدة، يعني ما يعادل 6.71، قطعة واحدة فقط تكفي. فتمام، راح نشوف كم تسوى قطعة واحدة، يعني 0.01. طيب انا اريد قطعة واحدة، فالقطعة واحدة 1.11، يعني 0.0045 ايتر. انا ليش اريد اخلي ايتر؟ لانه ممكن احتاج غاز فيز، راح يكون شغلي على الايتر. فراح نعطيه سواب، سواب وننتظر لحظات. اوكي، فقط لحظات. تمام، المجموع راح يكون تقريبا 8.35، يعني غاز فيز 86 سنت. كونفيرم. اوكي، كونفيرم ترانزاكشن، تمت العملية. اوكي، الان راح اشتري يو اس دي سي، ضروري يو اس دي سي. راح اشتري 10 دولار. اوكي، نشوف 10 كم، 5 6، نشوف 6.
خلاص كده كفاية swap. اوكي confirm. ننتظر لحظات. confirm تمت العملية. ننتقل للموقع هذا ونسوي refresh. راح نبتدي بهاي الخطوة. اوكي لانه اشترينا الفيلا. اوكي هاي الخطوة راح نضغط على كلمة stake. بعدين معاي 1.12 راح نعطيه max approve ولحظات. طبعا الستيك هذا راح تربح منه مبلغ وشوي. السعر 0.18 لحد الآن فيه تقريبا 1.5 دولار. اوكي احنا سوينا الابروف بعدين نضغط كلمة ستيك. تمام 21 سنت. confirm. ننتظر لحظات. كل هاي العملية ممكن تأهلك في الأرابيتيوم لأنه العديد من الترانزاكشن. دائما أخبركم الترانزاكشن العديد كسبك أكتر. الآن يبين معك ستيكد هاي موجودة ستيكد يعني 7 دولار فصيلة هكذا. تمام هنا يبين معك أستيك ولكن مش مثل الأزرق هذا. أوكي ليش هنا يقولك بعد يومين 24 ساعة ممكن تسوي أستيك لفلوسك. فإحنا راح نخليها مش مشكلة ولكن يوم يقرب إن شاء الله يقرب الإيردروب طلع فلوسك وبيع. لأنه في الإيردروب بيكون يا تصاعد كبير دخل السيولة أو سحب السيولة. فدايما انتبهوا في أيام الإيردروبات حاولوا إذا عندكم العملة حاولوا تبيعوها. تمام أوكي فهنا بعد يومين راح نجي نسوي أنستيك. وهنا طبعا يبين معك الريورد اللي راح تربح من هاي ستيك اللي سوينا. يعني الريورد راح تسوي له كليم لما تجمع مبلغ حلو. لأنه ليش حق الفيز. أنا نروح على VLP. VLP معانا نحتاج USDC عشان كده قلت لكم لازمنا USDC. فأنا راح أعطيه مثلا 50%. أوكي ومنت VLP راح أسوي منت. تمام راح ندفع فيه 0.24. confirm. أوكي ننتظر لحظات. تمت العملية. الآن نضغط على كلمة stick. max. approve. ننتظر لحظات. confirm. تمت. في يمكن راح يبين معي stick مرة أخرى. يعني شايف. أوكي. الآن راح ندفع فيز مرة أخرى 0.21. إحنا تذكروا معي كم بعتنا 39 دولار عشان نشوف نحسب كم صرفنا وكل هذا. أبروف تمت العملية. أوكي الآن راح نشوف نسوي ريفرش ونشوف شو صار في المعاملة. هذه هي معاملتي أنستيك. طبعا هنا أنستيك ده رحت على ريديم في ال بي عشان أنا لما أشرح لكم كيف ممكن تطلع كذلك فلوسك. يعني مش يعني ما أشرح فقط تسوي إيردروب وخلاص وخلي فلوسك تضيع. لا كيف ممكن تطلع فلوسك يعني لما خلاص يخلص الإيردروب تروح على الريديم. أوكي هنا يقولك ريديم ممكن بعد يوم 23. هذا قال بعد يومين. يعني بعد يومين وينها؟ تمام وينها فقط طلع معي. هذه بعد يومين و 24 ساعة. والثاني VLP قال بعد يوم و 24 ساعة. يعني هذا ممكن تطلع فلوسك بعد يوم 24 ساعة. ولكن كل ما خليتها أكثر في ستيك وهكذا كل ما كان ربحك أوفر بإذن الله في الإيردروب. ومثل ما خبرتكم من النصيحة لما يقرب الإيردروب بيع العملة. لأنه الجميع اللي يجي الإيردروب بيروح بايع والعملة تنزل ويسحبون السيولة. أنتوا فاهمين. الآن ننتقل إلى نشوف هاي هايبر VLP كلوزر كلوزد يكونوا كلوزد خلاص. ولكن في تيتر 2 إيش معنى هاي دقيقة أشوفها وشو معناها. إيه هذه اللي موجودة ولكن كلوزد خلصت. تمام مش مشكلة. الآن معانا التريد. طيب نروح على الأكاونت ونشوف الأكاونت الخاص بنا. طيب هذا هو الأكاونت الخاص بنا. والت بالانس اكسشانج بالانس وهكذا ديبوزيت ويدرو. تمام كاش ان كاش اوت
كاش إن NFT. طبعا هنا NFT إذا فيك تشتري NFT راح نشوف بكم سعر NFT هذه. كامين سون هذه موجودة كذلك. راح نشوف أسعارهم إذا تريد تشتري NFT. أي غالية؟ لا ما نقرب لها، غالية كتير. كذلك هذه غالية خلاص، ما بدون ما تشترون NFT. طيب overview، لسه عندنا الآن trade. التريد يا إخوان هذا يعتمد على long و short. تريد تسويه سويه، ما تريد تحر. إذا تريد تسويه راح تروح على deposit اللي معانا من الـ USDC، راح نحطه هنا ونشوف إذا راح يسمح لنا نسوي التريد بالخمسة دولار اللي ظلت معاي. لازم ندفع 0.24، الآن طالعين في شي 3 أو 4 دولار في الزات. أوكي ديبوزيت USDC، ننتظر لحظات. Confirm Transaction، الآن نشوف. طيب معنا إيتر مقابل USDC، بيتكوين نشوف بيتكوين مقابل إيش راح يعطينا USDC، كله مقابل USDC. تمام أوكي، مثلا نختار دوج كوين مقابل USDC، هو شورت. الآن نختار 5 minutes. طيب نخليه على ال هي 5 minutes فقط، موجود فقط 5 minutes. 15 تمام. راح نعتمد على تريدين فيو كالعادة، برودكت والشارت، ونشوف الدوج بعد 15 دقيقة شو راح يعطينا من باي ولا سيل. اوكي نختار هنا دوج. طبعا انا شرحت لكم هاي الانديكيتر يعني المؤشر، ففي الوان اور هادي اعطانا باي يعني، فخلينا في 15 دقيقة نرجع هنا الى الفيلا اكستشنج ونشوف الفريم 15. طيب كذلك هنا الفريم 15، مؤشر الباي موجود ولكن لازم يعطيني مؤشر صحيح، مؤشر صحيح من بعد الشمعة الثانية أدخل. أوكي أنا هنا أعطانا مؤشر باي، فكم كان ربح باي من هنا لهنا؟ 3.63%، يعني لو حطيت 1000 دولار 3.63 يعني تقريبا 30 دولار أو 35 دولار ربح. لما يعني في حسب النسبة المئوية سهلة، تروح على جوجل. أنا أعطيكم معلومات الآن، نسبة حساب النسبة المئوية تحسبها هنا، حساب النسبة المئوية نضغط هنا. أوكي معك مثلا رأس مال 1000 دولار 200 دولار 50 دولار على حسب، مثلا 1000 دولار. النسبة المئوية هي 3.63 مثل ما خبر، كله احسب لي استخراج النسبة من العدد فقط 36 مثل ما خبرتكم الآن، 36 دولار يعني. وكم ساعة يعني من هنا لهنا، من باي هنا لهنا الساعة من يوم 15 فبراير الساعة 6:30 مساء إلى الساعة 11. أوكي 11 مراقبة عند الجهاز يمكن، لأنه إحنا نزيد ساعة وننقص ساعة، كل مرة يزيدوا لنا ساعة وينقصون ساعة في المغرب. المهم يعني 30 دولار ربح، فأنت على حسب رأس مالك. الآن إذا دخلنا وإحنا حسبنا خلاص طنشوا الحسابات، راح ننتظر فقط يعطيني إشارة باي، بدخل لونج، ولكن ما أستعمل ليفرج أبدا. ليش؟ لأنه إذا استعملت ليفرج ينضرب لك ليكواديتي، ليكواديتي خاصة بك، السيولة خاصة بك، لا تستعمل الرافعة المالية، ادخل عادي كأن سبوت، فاهم؟ فخلينا نغامر الآن ونشوف إذا ممكن 5 دولار اللي معاي ونعطيه لونج خلاص بسعر السوق current price liquidity price. هاي لا موجود liquidity يعني لا موجود، شايفين لو دخلت 5% موجود. يا أخي أنا أريد أدخل فقط ب يعني
long إذا ولكن بعيد جدا، يعني مستحيل الضج راح يوصل إلى 3.89، مستحيل إلا كان هنا هي السوق. أوكي يعني ما تخافي تدخل long، ما تخافي. ولكن مثل ما خبرت كنا تحليلات الآن ما عندي إشارات يعني باي، فبدخل long نشوف إذا راح يقبل لي $5، فمستحيل يوصل لي الكواليتي هذا. أما الشورت راح نشوف الشورت مستحيل يوصل الكواليتي برايس إلى 0.17، يعني مستحيل يرتفع إلى 17 إلا في حالة ارتفاع السوق جيد. فخلينا إحنا في long راح يرتفع وما نستعمل الرافعة المالية، ونشوف long خلاص confirm ونشوف. أوكي راح يبين معانا، راح ندفع فيه 0.44 وننتظر فقط عشان نجرب، احنا فقط نجرب. اوكي ننزل تحت هاي لونج، تمام هاي الاوردر. هنا راح يبين معك اذا في ربح ولا في خسارة. هاي الان اشارة خضراء، زاد سنت سنتين ثلاث اربعة واحد دولار، خلاص بيع على طول. هاي خسارة 0.01. تراقب هذا، صرت تراقب لونج شورت بخمسة دولار، لونج شورت لونج شورت، وممكن تربح شيء على الله، ليش لا. خلاص أظن إذا تريد يعني close position هنا راح تسوي close position، تشوف أرباح close position، تشوف خسارة كثير close position وطلع. تمام trade activity هذه trade، وخلاص هاي خسارة 0.01. ننتظر لحظات، راح أجلس معاكم نشوف شو راح يوصلنا، يعني أخليه فترة أوقف الفيديو لين وصلني مكان وأرجع لكم. نسيت أخبركم، سوي في حسبانك 0.43 حق الفيز، يعني ضروري يكون ربحك فوق 0.43، يعني لأنه دفعت فيز إيثريوم فقط للتنويه. الآن زاد حباية شوية 0.01 نقص، وهكذا يعني فقط هنا لازم يكون معك 0.50-60 عشان دفعت انت في 0.43. راح اخليه مفتوح انا مش مشكلة، $5 ما راح تغنيني، فبخليها مفتوح لين نشوف بكرة. انت بلا اذا ما تعرف اللونج والشورت بلا، ولكن اذا تريد تستعمل مؤشر هذا تعال للفيديوهات اللي شرحتها في قناتي، هنا راح تحصل في البلاي ليست هنا. اوكي التداول اليومي، رحلة التداول اليومي. اوكي راح تحصل العديد من الشروحات، ولكن الشرح كيف تحول $100 الى $1,000,000 راح تحصل. نتكلم عن الشارتس. اذا تريدون نسوي لكم فيديو عن وين وصلت في رحلة الربح التراكمي، طبعا هذه مش خسارة خسارة، لا هذه لسه ما بعت لانه وقف السوق يوم 11، لسه ما حطت سعر البيع، لسه ما في سعر بيع لانه لسه معلقين، ولكن الحمد لله كلهم ارباح كويسة. يعني لحد الآن أنا ماشية بنفس السيستم اللي خبرتكم عليه لين يوم 15، واليوم يوم 15. بهذا الشكل نكون خلصنا. طبعا لا شو خلصنا، استنوا لازم نروح على الديسكارت الخاص بهم ونشوف إذا في فيدباك في شيء. استنوا راح ندخل الديسكارت الخاص بهم، طبعا الديسكارت هذا هو أنا أوريدي معهم أوكي زمان، ولكن اليوم جات فرصة أشرح، لأنه دايما يطرشوا لي مسجات على وينها على الجيميل. فقط أراويكم فيلا اكسشانج، فيلا اكسشانج يقول كيت ريدي، فيلا اكسشانج يور راوند فيلا بيتا. اوكي يعني من زمان من زمان، ولكن اليوم الحمد لله جات الفرصة انه اشرح لكم عن الفيلا اكسشانج. تمام نرجع للديسكارد، عندك هنا الجنرال نشوف ايش من رول عندنا. هاي ما في رول اكيد ممبر. تمام معانا فيلا ان اف تي، بي تو بي تريد، تريدين بوت، يعني العديد والعديد. راح نشوف ضروري نشوف احنا الفيدباك وهكذا، ده في شيء لازم نعبيه، ما في شيء. بيوج ريبورت كويشن، تمام هاي الناس كادت تبعت، ولكن استنوا لازم نبعث لهم مثلا هذا كاتب لهم I simple love this effect ورد عليه just look into okay، راح نبعث لهم مثل هذا الشيء يعني كلام ولا تخص بنا وسكرين شوت. فانت حر في الواجهة اللي راح تبعث لهم اياه، نصغر هنا عشان يبين الربح. اوكي
انت حر يعني، ممكن تبعت لهم حق التريد بوزيشن خاصة بك. اوكي 0.01 للستة عندك هنا ستيك، ممكن تبعت هاي الربح حق ستيك، وممكن تبعت حق الفيلا ستيك الخاص بك كذلك هنا. اوكي فانا ببعت هذه اوكي لانه مسوي ستيك، سوي سكرين شوت تمام بهذا الشكل. اوكي نحطه في الديسكتوب، نروح على ديسكارد، نروح نجيب الصورة عفوا. اوكي تأكد صحيح، نبعت لهم بهذا الشكل خلاص، هذا هو تمام. الخطوة الأخيرة اللي راح نسويها هي إن راح نروح على البروفايل الخاص بنا، لازم نسوي فيريفاي يعني للموبايل. هذه عندي مشكلة، راح أقول لهم عندي مشكلة في الفيريفاي حق الموبايل، ضروري تخبرهم لموبايلي وهذا. أوكي لا 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 تشيلوا موبايلي تصدعوني واتساب بسوي بلوك على طول. المهم فيريفاي أمزح، انتوا عارفين ان دايما اتكلم معاكم خاص نعطي ونزيد. المهم راح نروح نسوي لهم بهذا الشكل كوبي، وراح اكتب له انه حصلت مشكلة في الفيريفيكيشن حق الموبايل. تمام كتبت لهم انا عندي مشكلة في الموبايل، ما اقدر اسوي له فيريفيكيشن وما اقدر ارسل سكرين شوت لانه يوضح لكم انه في عندي رقمي وايميلي. طبعا نخاف من السكامر لانه غالبا بيبعثوا لك رسائل على الايميل او الموبايل، تضغط على رابط راح لك الحسابات. فتمام انا بعت لهم على البيوتش ريبورت، اذا حصلتوا نفس المشكله اكتب لهم راح يكلموك. خلاص تمام خلاص خلصنا، وبهذا الشكل نكون خلصنا. بعد ساعه من الان راح اكون لايف عشان نتكلم في المشروع اللي خبرتكم عليه في التليجرام ان شاء الله، نشوف نفهم قصه السيد هذا اللي يتكلم عليه على المشروع، ونشوف نفهمه وبعدين ان شاء الله. اكيد انا اول شيء استثمر انا وبعدين اذا في ربح أكيد راح أخبركم. باي.